تعددت اللهجات والمقصد واحد. مئات من السوريين والأتراك والعرب وجنسيات أخرى اجتمعوا في مسجد السلطان محمد الفاتح وسط مدينة اسطنبول لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك. في عيد الفطر المبارك كنا في البيوت محجورين محزونين، وبفضل الله جل وعلا في عيد الأضحى المبارك كما ترون نحن فرحين مسرورين في بيوت الله جل وعلا. فلا تيأس يا عبد الله في كل مكان، فسيجعل الله بعد عسر يسرا إلى جميع بلاد المسلمين. أهلي وأحبابي وإخواني في كل بقاع الدنيا، نهنئكم بالعيد عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بألف خير. إجراءات احترازية حرصت السلطات التركية على تطبيقها في مواجهة لفيروس كورونا، إذ أدى المصلون شعائرهم كل على حدة حريصين على مسافة أمان ليأمنوا كورونا. أحب عايد على جميع المسلمين وقل لهم كل عام وأنتم بخير، وينعاد عليكم بالصحة والعافية، وبدي عايد على بلدي سوريا كل عام وأنتم بخير سوريتي، وإن شاء الله ما يخلص العيد إلا ربي العالي يرفع البلاء عنا ونرجع لك. هي فرحة للسوريين في بلد لجوء، فرحة مزجت بالحنين لمساجد بلدهم والألم لفراق أقاربهم والشوق للعودة إلى سوريا خالية من الدماء. بقول نحن إن شاء الله رب العالمين الأيام اللي جاية أحلى، ومنقول نحن قادمين إن شاء الله رب العالمين على فتح كبير إن شاء الله، ورب العالمين سبحانه وتعالى رح ينصر الحق ورح ينتصر الحق بإذن الله عز وجل، محنة ورح تزول، ورب العالمين وعدنا بالقرآن الكريم وعد الله الذين آمنوا لينصرنهم إن شاء الله رب العالمين. شعائر وداها السوريون في بلد نقلوا إليه عاداتهم وتقاليدهم، بيد أن تلك الأجواء أيضا تعذر إقامة الكثير منها بسبب كورونا، فتفرقوا بعد الصلاة جماعات وفرادى، وكأن عيدهم انتهى بانتهاء صلاته. بهذا الشكل أدى سوري المهجري صلاة عيدهم، وكلهم أمل بأن تكون صلاة العيد القادم في مساجد وطنهم الذي غادروه يوم دفعوا غاليا ثمن الحرية. مع السوريين من مسجد الفاتح، إسماعيل درويش، تلفزيون سوريا، اسطنبول.